في الأجزاء الغربية من ضاحية مانهاتن في مدينة نيويورك افتتحت أعمال أكبر معرض للأثاث والتصميم الداخلي في أمريكا الشمالية في دورته 29، وسط مشاركة أكثر من 35,000 مصمم تنافسوا لعرض أبرز ما توصلت إليه الشركات المختصة في 34 دولة من بينها مصر ولبنان. ICCF is a great fair. We have clients coming from everywhere and we also do fairs in Europe. I think this is the new way to have candles in your home because it's a way to have beautiful objects and to have the exhibited with a great perfume. Because the US is our biggest market. We're an export-focused company in the US. For us is what we consider a home away from home. And New York is the place where you can best or most effectively make relationships which are spread throughout the US. هذا المعرض الذي يعتبر محجا ومنصة رئيسية لكبرى شركات الأثاث والتصميم في العالم تضمن كل ما تحتاجه المنازل والمكاتب التجارية وفق أحدث التصاميم وأكثرها أناقة وخفة وجمالا وجودة عالية. مستخدمين تقنيات عالية الدقة في إنتاج ورسم قطع الأثاث التي جاءت متناسبة مع كافة الأذواق والأسعار. Furniture is an evolving thing and the need for people to be mobile now makes furniture design very creative and challenging. And in that environment to make it also unique for the customer. So this show would present perhaps opportunities for those designers to show what they can do to meet that. وتضمن المعرض لهذا العام العديد من التصاميم الفريدة والأنيقة التي انتشرت على طول 750 منصة عرض، كانت بمثابة قرية دولية مصغرة للأثاث الداخلي المعاصر والخارجي، بالإضافة إلى السجاد والتصاميم الحديثة في عالم الإضاءة والإكسسوارات، فضلا عن آخر الابتكارات في عالم المطابخ وملحقاتها. We create architectural pieces for kitchen and bath and for garden out of natural materials, so stone, bronze, copper, iron, bamboo, wood. And a lot of it is high-end luxury, but it's a real mix. I think there's so many different kinds of products and craftsmen here. ومثل المعرض نقطة التقاء لكافة المعنيين في عالم صناعة الأثاث والتصميم والإنتاج والتوزيع وفرصة كبيرة للجمهور للتواصل المباشر مع القائمين على هذه الصناعة التي أصبحت واحدة من أهم الصناعات الدولية وموردا اقتصاديا مهما للعديد من دول العالم لما تمتلكه من خبرات ومؤهلات فريدة في هذا المجال. It's important to us because we want to be able to partner with architects and designers to really understand what our portfolio is and what we can offer from both the Kohler side as well as Callista side. Design is very important for Kohler. We actually get a lot of our inspiration from the architects and designers that we work with. So being at a show like this helps us to be able to be more visionary in our design and ensure that we have the right portfolio for our clients. وتميز المعرض لهذا العام بإدخال العديد من الشركات التقنية ثلاثية الأبعاد في رسم وإنتاج الأثاث المنزلي والتجاري مع إحياء بعض التصاميم للأثاث المنزلي القديم التي عادت للحياة بشكل جديد وبأسلوب حديث وجودة عالية وتكاليف أقل. وباستثناء المشاركة المصرية اللبنانية كان التواجد العربي في صناعة الأثاث المنزلي خجولا للغاية فيما سيطرت الشركات الأمريكية والصينية والأوروبية على الجزء الأكبر من المعرض الذي سعى لرسم الصورة المستقبلية لهذه الصناعة التي أصبحت جزءا لا يتجزأ ومهما من حياة المواطن العادي. حسن بزيتون لقناة الغد من مركز جافز للمعارض نيويورك.